بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الثانوية العامة، كل سنة وانتم طيبين. الحمد لله احنا وصلنا لآخر الرحلة، خلاص السنة الطويلة الشاقة دي خلصت، لم يتبقى منها سوى أسبوعين أو ثلاثة، هيبقوا بمناسبة احتفالية لينا هنخش فيها الامتحانات اللي احنا بعديها إن شاء الله هنخش الجامعة، وقبل ما نخش الجامعة هنفرح كلنا بنجاحنا وتفوقنا في الثانوية العامة. دلوقتي انا شايف ان في حالة قلق غريبة بين الطلاب، والحالة القلق دي صراحة متوقعة. تمام، طيب، في عندنا مفهوم اسمه قلق الامتحانات. يعني ايه قلق الامتحانات؟ ان الطالب او حتى ولي الامر لما الامتحانات تقترب بيبدأ يحصل عندهم قلق. القلق ده هل هو حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ لا، علم النفس بيقولك ان هو حاجة حلوة بشرط. ايه هو الشرط دوت؟ ان القلق ده ما يزيدش عن حده. يعني ايه ما يزيدش عن حده؟ القلق ده بيديني دافع ان انا اذاكر، ان انا اتحرك، ان انا اقرا، ان انا احل الامتحانات. تمام، طيب، كويس جدا الدافع ده. لكن لو الدافع ده وصل الى حالة كبيرة جدا من التوتر والاضطراب، هنا هيأثر على تركيزي ومذاكرتي، بمعنى ان انا حابة مشتت. يبقى انا هنا لازم اتحكم في القلق بتاعي. أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم على بعد خطوات من عبور بوابة الثانوية العامة والانطلاق نحو مستقبل باهر إن شاء الله. في الدقائق التالية هنقدم لكم أهم النصائح اللي ممكن تفيدكم وتخليكم تحققوا أعلى درجات التفوق الممكنة وتستغلوا قدراتكم العقلية بشكل أفضل. وأول نصيحة بنقدمها إنك لازم وإنت مقبل على الامتحانات تتغذى كويس جدا، وده علشان المخ يقدر يشتغل بكل طاقته وكل قدراته. ومعنى إنك تتغذى كويس يبقى لازم الأكل يحتوي على الفيتامينات والأملاح والمعادن المهمة اللازمة لزيادة كفاءة الجسم والمخ. وكمان لازم يكون الأكل خالي من الدهون وما يكونش أكل دسم، وكمان مش لازم توصل لحد الشبع أثناء الأكل. ويفضل ان الكمية اللي هتاكلها توزع على 6 مرات على الاقل في اليوم بدل 3. وخليك حريص كل الحرص انك ما تجوعش قوي وما تشبعش برضو قوي، وده لان الجوع هيسبب لك حالة من التوتر والقلق، والشبع هيسبب لك حالة من التخمة والكسل، وهيخلي الدم معظمه يتوجه الى المعدة لهضم الطعام، وهتقل كميات الدم اللي هتصل للمخ، وده هيأثر بالتالي على كفاءته، والقدرات العقلية مش هتعمل بشكل جيد. ولازم برضو نكتر من شرب السوائل والمياه بكميات كافية. الحاجة التانية المهمة هي انك لازم تنام كويس، يعني تاخد كفايتك من النوم، وده لان النوم هيساعدك على الاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر، وكمان هيساعد المخ على تصنيف وتنظيم ومعالجة المعلومات بشكل افضل. لازم برضو قبل ما تبدأ مذاكرة تعمل بعض التمرينات الخفيفة غير المجهدة، وبنأكد على إن هي تكون تمرينات خفيفة وغير مجهدة، والهدف طبعا منها هو تنشيط الدورة الدموية ومساعدة الدم على الوصول للمخ. برضو من الحاجات المهمة اللي دايما بننصح بيها والمفتاح السحري لتحقيق التفوق هو تنظيم الوقت، وده معناه إنك تختار أنسب وقت للمذاكرة بحيث يكون ذهنك فيه صافي والبيئة مناسبة. ولازم نحدد أوقات المذاكرة بقى بتاعتنا دي بدقة، ونلتزم بالجدول الزمني اللي حددناه لنفسنا لمذاكرة كل مادة.